الشوط الثاني كما شفتوا كان شويه ديال التحفظ بالنسبه للاعبين. تنظن المباراه الجايه ان شاء الله تنظن انها غتكون احسن ان شاء الله، ونتمنى اننا نحققوا ثلاث نقاط ونحققوا الاهداف اللي احنا عندنا العقل ديال تسجيل الاهداف. نتمنى ان شاء الله اننا نحققوا اهداف كثيره في المباراه الجايه ان شاء الله. شوف التقييم ديالهم مثل اللاعبين اللي تيمارسوا في الدوريات الاوروبيه، فهم لاعبين جيدين قاموا بعمل جيد، وحنا كانت عندنا الثقه فيهم. النهار كان وليد هو حاط العين على الوليدات ديالنا ديال البطوله، خاص شويه ديال الوقت، خاصهم يصبروا، جات الوقيته هما خداو حقهم وان شاء الله قدموا مباراه جميله. المباراه الجايه عاوتاني عندهم فرصه باش عاوتاني يادوا اداء كبير، باش ان شاء الله تاهما يدخلوا في المنظومه ديال العدد ديال اللاعبين اللي اكثر من 60 لاعب دابا حنايا تنتابعوا ان شاء الله. في ان شاء الله تنتمنوا ان يكون عندنا 25 لاعب في البطوله ان شاء الله كاس افريقيا.